شاف ازاي الروح الرياضيه واحنا بنتكلم عن الروح الرياضيه النهارده، ودي حلقتنا يعني من الحلقات الحلوه مع نجم كبير من نجوم نادي الزمالك، لما مجله الاهلي تختار الكابتن هشام يكن يعني نجم الشهر او لاعب الشهر ده، وتنزل ضمن التشكيله الاساسيه في مجله الاهلي حقيقي. مع ان مجله الاهلي يعني اوقات كتير جدا كانت يعني ملقبتنا بلقب الجزاره. ايوه، وانا كنت معجب جدا باللقب دي قوي، يعني لقب الجزار ده جه من مجله الاهلي. الفك المفترس. يعني انت فاهم الالقاب اللي اخذتها في الوقت ده، مع وخصوصا انك انت بتنافس نادي الاهلي، يعني ازاي انك انت قدرت تكسب حب جماهير الناديين الاهلي والزمالك، النادي الاهلي والزمالك. يعني انت النهارده انك انت مثلا تيجي تبص تلاقي الاختيارات، لما تيجي بتتم معظم الجماهير اللي بتتفاعل مع المجلة في الوقت ده كان جماهير الأهلي مش جماهير الزمالك. فمعنى انك انت تكسب احترام الناس دي، يبقى انت فعلا قمت بدور وقدرت تتأثر جامد جدا. وده يعني انا حسيت بيه بعد كده لما بقينا بطلنا كرة النهاردة. تيجي تبص تلاقي نفسك ايه، انك انت محبوب من الجماهير، وجماهير الاهلي بتقابلك في الشارع بالظبط، وجماهير يعني انا مش عايز اقول لك الناس لما بتيجي بتقابلني حتى المازال لغايه هذا الوقت يقول لك احنا بنحب لان انت كنت بتحترم اللعبه. يعني انا ايه اقدم قوه، عمري ما يعني ما تعديت على حد، لكن ممكن اكون في موقف بعض المباريات حصل فيها التنشن ده، تنشن الملعب. لكن لحظه بس لحظه، يعني مثلا في ضربه حصلت مع محمد سعد لما اتخبط، خبطته انا وبتاع ده. بيني وبينك اللعبه دي ليها احداث اخرى، يعني يمكن لما تشوفها تقول دي لعبه انتحاريه. انت فاهم، خرجت عن البتاع، لكن هي كان ليها صدى تاني. لكن عمرها ما كانت ان انا مقصوده، يعني مقصود ان انا اقصد لاعب بعينه او كلام من ده. لكن كنا بنلعب جامد، كنت زكريا نصر صاحبي جدا 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 في الوقت ده، وبيلعب قدامي. وكنت لازم اقابله وانا خارج طريقي، لازم اركب العربيه يبقى طريقي قدام النادي الاهلي. انت عارف كان ساعتها عشان تروح مصر الجديده كنت لازم تنزل تعدي على النادي الاهلي وكلام، فكنت بقابل على طول زكريا على طول الوقت ده. يعني على طول انت حظك حلو قوي معايا.